اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. اليوم رح نعمل مع بعض شاورما اللحمة. احنا قبل سابق عملنا شاورما اللحمة بطريقة تانية بفيديو سابق، عملناها بالفيلي والباك فيلي. اليوم رح نعملها بطريقة تانية بلحمة مختلفة تانية بتكنيك تاني، عشان اللي مش قادرين يشتروا الباك فيلي او الفيلي يشتروا اي شقفة من العجل، من الفخدة، من الروس بيف، من اي شقفة، ويعملوا شاورما ولا اروع مستوية بتشهي. تكنيكنا سهل بس نلتزم بالخطوات. خلينا نشوف كيف نعملها. بس قبل بتمنى عليكم تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، تضغطوا على علامة الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد انا بنزله في تلك ذات اللحظة. خلينا نشوف كيف نعملها مع بعض ويلا بينا. مقاديرنا اليوم موجودة على الشاشة وتقدروا كمان تشوفوها بصندوق الوصف، بس عشان تنجح معكم الوصفة تقيدوا بالمقادير واكتبوا لي كومنتاتكم بس تنجح معكم الوصفة. لا تنسوا تعملوا شير واللايك وسبسكرايب إذا بدكم ننجح مع بعض وبدكم وصفاتي تطلع لكل العالم والناس تشوفها، وانتو كمان تكونوا أخذتوا ثواب إنكم نشرتوا هالوصفات. اعملوا سبسكرايب ولايك وشير. كمان وصفاتي بتلاقوهن على جميع صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام. هنشوف كيف نعمل الوصفة ويلا بينا. أول شي يا حبايب بدنا ندق الستيكات اللي عنا. اللحمة اللي منجيبها ما منجيبها قطع كبيرة، منقول للحام قسم لنا إياها شرايح زي ما انتو شايفين، بعكس الجرين تبع اللحمة، بعكس خطوط اللحمة. شو يعني؟ يعني لما يكون الفخدة أو الروس بيف أو شي بيكون للحمة في لها خيوط، قولي له قطعنا إياها بعكس خطوط اللحمة وبدنا ندقها زي ما انتو شايفين. نحطها بين كيسين نايلون أو إذا بدكم تنتين ورقة زبدة، بس النايلون أسهل معاكم. بنحطها ومنضلنا ندقها بمدقة اللحمة اللي إلها سنان عن جهة السنان، ومنضلنا ندق فيها لتصير خيال، يعني نشوف الشقة الثانية منها. حتى لو شقفة يابسة بنضلنا ندق فيها لا تفتح معنا. هذه العملية هي بتطري شوي من الفايبرز تبعت اللحمة، بنضلنا ندق فيها كتير زي ما انتو شايفين لفعلا فعلا تطرى معنا وشوية. ها شايفين كيف تصير مهرية شوي، تعبان اللحمة من دقنا. هلأ بنحطها في جار وعندنا البهارات. انا حاطط البهارات بصندوق الوصف وبأول الفيديو كمان، التزموا فيهم. هاي بهارات اللحمة التقليدية اللي زاكي اللي احنا بنشوفها بالمحلات. كون تضيفوا اي نوع بهارات هذا مسؤوليتكم، لكن هاي شاورما اللحمة هيك بهاراتها. بنحط هون البهارات كلها، بنعمل خلطة زي ما انتم شايفين، وبنضيف على اللحمة وبنضيف عليها الخل. الخل اساسي. في ناس بتقول وشفت وصفات كتير بحطوا لبن، اللبن للجاج. اللحمة بدها خل، بدها اللحمة تدخل بقلبها الخل، والخل هيك يداعب نسيجها ويدوبه وتطلع اللحمة ريحة الخل واحنا بنشتغل فيها. اوعوا تحطوا لبن. بنحط زي ما انتم شايفين البهارات والخل، وبنحاول نمسج الشقف ونوصل لكل شقف اللحمة الخل والبهارات زي ما انتم شايفين، لانه هاي بتبات ليلة، يعني 4-5 ساعات بنمشي لكم اياها، بس اوعوا تعملوها وتشتغلوا فيها. ما بنضمر البهارات ما بتكون تغلغلت هي والخل في اللحمة، طعمة ما رح تاخذوا طعمة نهائية بتشهي. زي ما انتم شايفين تأكدنا انه البهارات والخل وصلت لكل أوجه اللحمة. حطينا بزيادة حبة البياع شوية خل، تركناها قبل بليلة في الثلاجة. هلأ هون يا جماعة الخير التزموا في التفاصيل. قلاية زي ما انتو شايفين ولا نقطة زيت ولا نقطة مي. منحطها على النار لا تصير شو توجوج، بس تحمى كتير على الآخر. منحط قطع اللحمة زي ما انتو شايفين عليها، ما بدنا اللحمة تنزل ولا نقطة مي. إذا نزلت نقطة مي معناته القلاية مش سخنة، شايفين؟ بنحطها وحتى دغري بتلزق، هي غير قابلة للصق بس بتلزق من كتر الحماوة تبعت القلاية. أعطوها دقيقتين تقبع لحالها، شايفين كيف أبعد؟ بتجنن، ما نزلت مي ولا صارت القلاية كلها فيها مي. إذا نزلت مي اعرفوا إنه اللحمة مش رح تستوي معكم لأنها صارت بتنطبخ بالمي. إحنا هون بدنا نعطيها صدمة ونخلي المي العصارة تبعت اللحمة والخل والبهارات بقلبها، ما بدنا اياها تطلع لبرا. ان طلعت لبرا صارت اللحمه زي شقفه المطاط، مش زاكيه بالمره وما بتستوي معنا وبتضل تلوك تحت اسناننا. شايفين؟ بنقلبها وجهين زي ما انتم شايفين، بس نعطيها صدمه ونخليها تتشمع. ما بدنا نحمرها، مش نخليها على القلايه وتصير تشد وتاخذ لون، لا 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 لا، احنا ما بدنا اياها. هذا كل الحديث، احنا لحمتنا رقيقه كثير، رفيعه كثير،
مجرد ما تشم النار رح تتجلتن ورح يدخل الحماوة لجوا، ما بدنا نحمرها، ما بدنا نقليها ولا شيء. شايفين ما أحلاها؟ ما أخذت لون، مجرد لون الحم تبع القلاية، وهذا اللي لزق على القاع برضو، هذا بلزمنا بتاني شوي ما تلعبوش فيه ولا تقحطوه ولا تكبوه ولا تغلبوه. أهم إشي ما نضلنا نقلب هون كتير. شايفين؟ شايفين ما أحلاها؟ هلأ من قيم هون، وحتى لو مش مستويين ديروا بالكم مش تقصوها من السكينة وتنزل ميتها وتشوفوها لساتها شوي حمراء وتردوا تحطوها بالقلاية، لا، قيموها وحطوها بصحن عبين ما تخلصوا كل الكمية، خليها ترد تشرب عصارتها، ما بدنا العصارة تبعتها تنزل بالقلاية. هلأ بس تبرد لها شوي ونقدر نتحكم فيها، معنا أنا عندي هون كتير سخنة، ببدأ أقسم فيها شرايح بعكس اتجاه الخيط تبع اللحمة، الفايبرز تبعت اللحمة. شايفين لساتها من جوا حمراء؟ ما تخافوا ما تخافوا يا جماعة، حتى لو من جوا حمراء، المهم احنا عطيناها الصدمة وقليناها وما نزلت ميتها. شوفوا حتى في شوية مي على الكاتينج بورد، شوفوا ما أحلاها. بنضلنا نقطعها شرايح رفيعة رفيعة، وكل ما تحكمتوا في رفع الشريحة كل ما طلعت معكم أسهل وأزكى. شايفين أنا عندي هون سخنة، بس بحاول أقسمها قد ما في قديش رفيعة كتير، وهي بدي أدوقها كمان الشقفة، ومنقسم منقسم رفيع 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 رفيع، ومنخلص كل الكمية. نفس القلاية اللي اشتغلنا فيها، مش نجيب قلاية تانية، نو 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 نو، نفس القلاية اشتغلنا فيها منجيبها منحط فيها مكعب هي شي 100 جرام زبدة محترمات وشوية زيت نباتي، ومنخليهم يسخنوا كتير 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 منيح. ليش يسخنوا؟ عشان بدنا نرد ننزل عليهم اللحمة نكمل استواها، مش استواها بلاش لا تسمعوا لي كلمة استواء انه نطبخها، بس بدنا نغير اللون الاحمر اللي انتو شفتوه ممكن كان لسه بقلب اللحمة، بس نغير لونه فقط لا غير، ونحط عليها شوية ملح. وهذا هو الزبدة بتعطي طراوة، والزيت بيعطي لون ونكهة غير شكل وقرمشة للطراف، عشان هيك بتطلع زي شاورما اللي بناخدها من عند تبعون الشاورما محلات الشاورما. الزبدة هون خيالية، بدكن تدوبوا دهنة وتحطوها بدل الزبدة بصير، بدكن تحطوا سمنة بصير، بس أنا بقولكن هاي الطريقة أزكى شيء، لأنه أنا ما بحبش دهنة الخروف. لو عندكن دهنة خروف دوبوها بقولكم تطلع زاكي. هلأ زي ما أنتوا شايفين كانت شوي هون في شوية شوف فيها شوية لحمة فيها شوية أحمر، أنا ما بدي هذا يضل، لأنه ممكن في ناس بيحبوه عادي وأنا بحبه، بس أنا بعطيكن للناس اللي ما بيحبوا الأحمر. منحطها منقلبها، بدنا نقلبهم يعني ماكسيمم 4-5 دقائق بس مع التقليب المستمر، مش نتركها تنشف، ما بدنا نتركها تنشف، احنا بس بدنا نغير اللون تبعها. وزي ما انتم شفتوا من بدايه الوصفه ما حطينا ملح، اوعوا تحطوا ملح في البدايات والا اللحمه بتخرب. منحط هلا الملح، هلا منملح اللحمه قد ما بدنا ملحوها وكيف ما بدكم ملحوها. هيك مجرد 3-4 دقايق قلبوها، خليها تتغلف وكل قاع القلاية يطلع بقلب الشاورما وتصير شايني من الزيت وتاخد الزبدة، هيك بتكون وصفتنا بتشهي وطلعت غير شكل. جنبها بصل بالسماق، بطاطا مقلية، مخلل، طحينية، لفوا سندويشات وخمسة وكل اللي بدكن اياه، جد أكلة ولا أروع. ومن قطعة لحمة مش كتير غالية بالعجل أو من البقر، يعني مش من الفيليه ومش من البيف فيليه، اللي بيحب من الفيليه أو الباك فيليه يروح لوصفة تانية بطريقة تانية بفيديو تاني بقناتنا في طريقة أخرى، لكن هذا التكنيك تقدر تستعملوه لأغلب قطع اللحمة. هيك وصفتنا بتكون خلصت، شاورما بتشهي جد بتشهي، طرية طرية بتضل طرية غير شكل. هيك وصفتنا بتكون خلصت، بتمنى عليكم نشوفكم فيديو جديد، بتشكركم وأنا عصام منير. إذا عجبكم اللي عملناه بتمنى عليكم تفوتوا على قناتنا على اليوتيوب عصام منير كيتشن أو مطبخ عصام منير، تضغطوا على علامة السبسكرايب وعلامة الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وكمان لايك للفيديو بدنا نوصله لأكبر عدد من اللايكات، وتقولوا لأحبابكم وأصحابكم وجيرانكم كمان يفوتوا على قناتنا ويعملوا سبسكرايب ويضغطوا علامة الجرس عشان يوصلهم كل جديد. صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام كمان بيستنوا لايكاتكم فولواتكم وسبسكرايباتكم. أنا عصام منير، بتشكركم وبشوفكم بفيديو جديد.